بتحس اصلا نحن المجتمع العربي مثل منجم ذهب يعني بعده it's undiscovered اكيد ولانه على طول نحن عندنا كل المعايير والجمال وعندنا كل الاشكال والاشكال وحتى يعني التالنت بس اللي صار انه نحن ما كنا عم نطلع بحالنا كان على طول عندنا الجمال مربوط بستاندرد معين وصرنا نكتشف انه you know what you know they are beautiful يعني it's all like it's we're discovering it's like منجم ذهب بس دحين صارت البنت العربية تقدر تتمثل بأشكال مختلفة صار في عندنا سودة صار عندنا في طويلة صار عندنا قصيرة صار عندنا البيضة صار عندنا عين ملونة صار عندنا الشقرة لأنه برضو كلهم عرب كلهم موجودين